فاليوم كنت أدردش معه بخصوص البث اللي هو عمله التجريبي، وأنا ما أخفيكم أني أنا شوي بالتكنولوجيا الحديثة هذه يعني على قد حالي، فعلى أساس أني أستفيد منه شخصيا في موضوع التكنولوجيا وموضوع كيفية استخدام التكنولوجيا في كرة القدم. يمكن نحن ما بنقول من جيل قديم، لكن نحن نحب الأمور العملية أكثر. ويمكن وحتى اليوم في ألمانيا طلع جيل من المدربين سموهم جيل لابتوب، وكان مثل ما بقول صراع، لكن صار نوع من المناقشة، وكل واحد يميل إلى رأيه، وكل واحد يرى أنه هو المستقبل، ولكن لا مستقبل بدون ما يكون هناك في أسس أنت تأسست عليها. فسعيد جدا معاكم، وطبعا لأن الأخ أحمد كمال كان يكون مفروض معاكم وتابعكم، ولكن اللي حصل لظرف طارئ غصب عنه، فقلت لمحمد موضوع شيق وبكون معاكم، يعني مش كخبير، لكن أحب أن أتشارك وياكم حتى أتعرف على أفكاركم ومناقشتكم ونتشارك في كل ما يتعلق في الموضوع اللي طرحه محمد اللي هو عملية التحليل في كرة القدم. موضوع التحليل في كرة القدم في نقطة أحب أوضحها لكم أنتم وإخواني، أن هناك في فرق ما بين التحليل والقراءة. التحليل أن أنت تأخذ وقت، والقراءة هي قراءة مباشرة. فبالتالي المدربين أو خلنا نقول الأخصائيين في التحليل هم اللي يكونوا الجانب التحليلي أكثر، لكن بالنسبة للمدرب هو قراءة مباشرة باتخاذ القرار. فحبيت بس نتفق من البداية على الفرق ما بين الاثنين. طبعا التحليل في كرة القدم تحليل ثلاث أنواع، أو خلينا نقول ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو التحليل اللي يعتمد على الكمبيوتر، والتكنولوجيا هو التحليل أكثر ما يكون إحصائي. الإحصائي بشكل مبسط أن هناك فيه أرقام وإحصائيات، ومن خلال الأرقام والإحصائيات أنت تستنتج رأي فني أو معلومة فنية أو تستند على حقيقة. ولكن في كرة القدم كإحصائيات لا تقدر تجزم فيها أن هي تحقق لك النجاح اللي أنت تتوقعه من الإحصائيات. يعني يمكن أبسط مثال هو اختلاف الاستحواذ. اليوم الاستحواذ كمثلاً خلينا نقول نسبة الاستحواذ تعطيك فرص أو محاولات التهديف، ولكن في النهاية أنت كم هدف سجل. وبالعكس يكون فريق مستحوذ استحواذ يعني فترة زمنية أقل أو نسبة أقل، وتلقى هو له فعالية في التهديف أكثر. يعني التحليل الثاني أو النوع الثاني من التحليل هو التحليل اللي مرتبط بالتحليل اللي هو الصحفي، يعني التحليل الإعلامي. التحليل الصحفي والإعلامي يستند على الصحفي المختص في كرة القدم، فيقوم يحلل المباراة هذه كرؤية 70%، و30% يقوم يستنتج من آراء الخبراء أو آراء المدربين، فيتواصل معهم في طرح رؤية إعلامية، ورؤية تكون رؤية واضحة بالنسبة للشيء هذا. النوع الثالث في التحليل هو التحليل اللي يعتمد فيه مدربين اللياقة البدنية، وهو تحليل الأداء. وتحليل الأداء اللي هم المدربين اللياقة البدنية المختصين في عملية
النسب والتناسب في شده شده الاداء. فممكن جدا من خلال الاجهزه المتطوره وربطها بالتكنولوجيا في التحليل البدني اللي معتمد على تحليل الاداء اللاعب في المباراه. فهذه ثلاث انواع من التحليل اللي حبيت انا في البدايه لكم. لكن بالنسبه للمدرب خلال المباراه فهي قراءه للمباراه، وبناء على القراءه هذه هو يتخذ القرار. واحيانا يكون القرار في بداية في أي متغير المباراة يحصل، أو قرار يكون في نقطة ضعف هو شافه في المنافس وقام هو برد فعل أو بادر مبادرة لمفاجأة المنافس. في نفس الوقت يكون هنا القرار يكون في كرت فعل. فهذا بالنسبة لموضوع القراءة اللي هو دائما مباشرة في المباراة. النقطة اللي حاب أني أوضحها للإخوان أن دائما مهارة قراءة المباراة يعتمد على كفاءة المدرب. لازم نؤمن نحن يعني كمدربين نؤمن أن في قدرات لنا نحن قدرات فنية، والقدرات الفنية هذه تختلف من شخص إلى آخر. فلما تكون عندك قناعة أنت الآن، أنت ممكن تكون كوتش مانجر، ممكن تكون كوتش ليدر. الاختلاف ما بين الاثنين هذيل في قراءة اللعب، مين يكون هو يتحمل القرار؟ غالبا ما يكون المساعد هو القرار الإداري، أو خلينا نقول كوتشينج مانجمنت، يعني هو يعطي معطيات للمدرب ويتناقش فيها مع المدرب، والمدرب يشوف هو الافضل القرار اللي اتخذه حسب ما هو يراه في المباراه. الامر الثالث بما يخص المدرب في المباراه ان هو يضع خطه لعب، ويضع من خلال خطه اللعب تكتيك اللي هو يهدف مين من المباراة من خلال استراتيجية لعب الفريق. فنفترض الآن نادي من أندية المملكة العربية السعودية أو نادي خليج. المدرب الآن عنده استراتيجية اللعب المبنية على المالتي ستايل، يعني مبني على التنوع في اسلوب اللعب ما بين الاستحواذ واللعب الطويل او اللعب المباشر بمعنى الصحيح. طيب قدرات اللاعبين لازم يعرفون هم يتخذون القرار متى نلعب استحواذ ومتى نلعب اللعب المباشر. فهنا الان انت تحتاج نوعيه لاعبين ادراكهم عالي. الادراك العالي في التكتيك يساعدك انت الان حتى اللاعبين ممكن تغير خطه اللعب اللي انت تبغى تلعب فيها المباراه اثناء معطيات المنافس. فهنا انت تحتاج نوعيه اللاعبين. لكن اغلب المدربين اللي موجودين ما يحب انه يعطي اوفر عن امكانيات اللاعبين، او خلينا نقول امكانيات التكتيكيه وادراك اللاعبين التكتيكية. فهنا المطب بالنسبة للمدربين الصغار بالسن، وهنا المطب للمدربين اللي ما عندهم الخبرة التنافسية الكبيرة أو ما عندهم الكفاءة التدريبية في عملية قراءة اللعب، فيقعون في أخطاء، أما بقول أخطاء، في نقاط ضعف أمام نفسهم. فلذلك اليوم يمكن نحن في كتوجه موجود بالنسبه لي انا شخصيا مع المدربين في الامارات، ان انت ما تصلح تكون كوتش، انت تصلح تكون اسيستنت كوتش ومنو ما كان. فاتمنى وادعو من الله سبحانه وتعالى ان قبل ما الواحد ياخذ قرار ان يكون هيد كوتش يعرف هو هيد كوتش وين، هيد كوتش في التطوير، هيد كوتش في التعليم، او هيد كوتش في المنافسه. أنت ممكن تكون هيد كوتش في عملية تطوير، فبالتالي هنا موضوع التحليل بالنسبة لك أنت أكثر.
ليه؟ لأن أنت لا تقوم بتطوير قدرات اللاعبين بشكل فردي، وكيف تدمج هذه القدرات بعد معرفته في تطوير اللاعب من ناحية التكتيكية، بحيث أنه هو قادر أنه يلعب أكثر من طريقة لعب، وفي نفس الوقت قادر أنه يلعب أكثر من أسلوب لعب. هذا جانب. الجانب الثاني في موضوع التحليل، لما أقول هيد كوتش في التعليم، أنت تعلم اللاعب مراكز اللعب، وهنا مراكز اللعب يكون بصفة فردية. فإذا بالصفة الفردية أو خلينا نقول اللاعبين تتعرف على قدراتهم، هنا أنت ما محتاج أنك أنت تعمل تحليل القدرات بقدر ما هو أنت تكتشف إمكانيات اللاعبين. فأنت تحلل عشان تكتشف إمكانيات اللاعبين. هذا بصورة يمكن موجزة في عملية التحليل وقراءة اللعب، رغم أني أنا شخصياً يعني أحب موضوع قراءة اللعب، لأن قراءة اللعب فيها يعني لو حسبنا المباراة الآن، لو حسبنا المباراة 90 دقيقة وعندك بالملعب 22 لاعب، فمعناها أن عندك أنت اللاعب اللي بيستلم الكرة قدامه 21 قرار، 10 منهم معاه و11 قرار ضده هو. فكيف يفكر الآن؟ فأنت كمدرب الآن كيف تقرأ الموقف هذا بحيث تحكم على قرار اللاعب؟ فهنا أنت ترى أن هل التكتيك اللي أنت وضعته اللاعبين بصفة فردية فاهمين من خلال مهامهم ولا لا؟ فهذا الجانب الأكثر اللي يتم ملاحظته. يمكن محمد ذكر في البداية موضوع بطولة كأس الخليج اللي كانت في الدوحة. يمكن أنا ما كنت أشارك كثير لأن أخلي الإخوان هم مشاركتهم أكثر، لأن أنت في 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 قراء في في وضع التقرير الفني لابد أن يكون أنت هناك عندك معيار تمشي عليه. فنحن يعني أنا خليت الاختيار بالنسبة للمعايير من عندهم هم، وكان أنا يعني الدور كان فقط هو يعني تمديدهم بالآراء الفنية، وفي نفس الوقت أكون مساند لقراراتكم. والحمد لله رب العالمين، محمد والأخوة اللي كانوا موجودين، الأخ أحمد صالح الدخيل من البحرين، والأخ فهد ثاني من قطر، والأخ محمد أحمد عبد الله فضل من اليمن، والأخ هارون البرطماني من عمان، كلهم كانوا أخوة شاركنا وتعلمت منهم، والحمد لله قدموا التقرير عن كأس الخليج رغم أن هناك في اختلاف في الآراء خصوصا يعني في المناقشات، لكن في النهاية اتفقنا على أن يكون هناك تقرير تقرير يكون استفاد منه للكل. وإذا حد حاب يسأل، حاب يشارك سؤاله ونتعلم سؤاله، فأنا حاضر. الله يجزاك خير يا أبو محمد، ويعطيك العافية على كلامك الطيب، وعلى يعني ما شاء الله خبرتك الكبيرة. أعتقد أن الكلام يعني موزون وواضح للجميع. بالنسبة للأسئلة يا أخوان، نبي يعني تكون طريقتنا شوية منظمة. اللي يبي يسأل بالشات تحت يسأل، واللي يبي يسأل كصوت ممكن انه يرفع ايده ويسأل. في ناس رافعين ايدهم ما ادري بالغلط، او ان انتم رافعين ايدكم يعني قاصدين انكم تسألون، فراح نفتح المايك اللي رافع ايده. كابتن بندر يحيى تفضل. كابتن بندر، كابتن بندر يحيى معاي، تسمعني ولا لا؟ اعتقد الانترنت من عنده مشكله ولا اوكي. ك
كابتن مكتوب فريق السلام. فريق السلام طيب أوكي. محمد في الأسئلة. أي أبو محمد تفضل. ألو أسمعك أسمعك. لأن في لأن في ثلاث أسئلة الآن يقول ما هي نقاط قراءة المباراة وما هي الأساسية بين عليها محل المباراة. أيوة الأسئلة موجودة. أوكي خلنا نقول الآن بالنسبة لنقاط قراءة المباراة. راح الصوت محمد. الصوت راح الصوت دقيقة. راح الصوت. أوكي تفضل تفضل أبو محمد تفضل. ظاهر إنترنت أنت شوي ضعيف. محمد اي ابو محمد عيد الاجابه لان صوتك راح. الظاهر انترنت عندك شويه ضعيف. في مشكله في النت. اعيد اعيد اي ما هي نقاط قراءه المباراه. اوكي بس قل لي اذا الصوت واضح ولا لا. صوت واضح صوت واضح تفضل. اوكي اول قلت لك اهم نقطه الان من نقاط القراءه اللعب هو هدف انت كمدرب من المباراه. لان من خلال الهدف هذا انت تبني او خلينا نقول بتعرف النقاط الثانيه. بمثال الان انت هدف المباراه انك انت تغلق مساحات اللعب امام المنافس في ما بين الخط الوسط الدائره وراس القوس في 18. فاذا المنطقه هذه هو هدفك انك انت كيف تغلقها باحكام. جميل. الهدف الآن أنك أنت تمنع أي كرة بينية في المنطقة هذه. طيب الآن كيف يكون طريقة لعبك؟ هل أنت تفضل أنك تلعب بالأربع مدافعين قريبين جداً من اثنين الارتكاز ولا تفضل بحيث أن يكون أربعة أو تفضل أن يكون ثلاثة يعني واحد قدامهم اثنين ويكون هذا الواحد هو الليبرو خط الوسط وخط الوسط يكون على خط خط مستقيم. فإذا هنا أنت تلعب 4-1-4-1. فإذا من خلال الهدف أنت حددت طريقة اللعب. طيب النقطة الثانية أو خلينا نقول النقطة الثالثة الآن بالنسبة لك أنت أن التنظيم اللي أنت بتحتاجه في الدفاع هل بتعتمد على أنك تلعب مان ماركينج زون ولا زون ماركينج ولا تعمل على حسب الموقف. فهنا انت بتروح على التنظيم الدفاعي كيف انت تحتاجه. طيب الان النقطه اللي بعدها عمليه استخلاص الكره كيف راح تكون. هل بتكون ان استخلاص الكره بالضغط ولا دفع المنافس لارتكاب الخطا او يكون عندك قوه في واحد ضد واحد. النقطه الرابعه بالنسبه لغراءة اللعب الان إذا ما تفوق عليك المنافس في الهدف يعني استطاع أنه هو يتغلب عليك فهنا أنت كيف راح تتصرف. فهل هناك يكون عندك خطة بديلة ولا بتحاول أنك توجد بدائل من داخل خطة اللعب اللي حاطنا أنت. بمعنى هل بتزيد لاعب ارتكاز من الأربعة اللي قدام بحيث أنه يكون عندك 4-2-1 ولا بتعتمد على اللاعب الاثنين القلوب الدفاع انه واحد فيهم هو اللي يتقدم بحيث انه يكون في ليبرو للاثنين اللي بيكون يعني بيتقدم اللاعب في منطقه العمق. فهذه الحلول الان. هذه النقطه الخامسه. النقطه السادسه الان هي يعتمد الان هل الان انت عمليه التحول بالنسبه لك انت كيف تكون كيف راح تكون عملية تحول يعني استخلصت الكرة الآن كيف بيكون تحولك الآن. هل بيكون تحولك أنك أنت تطلع من الضغط وفي نفس الوقت تحاول أنك أنت
تهدي الرتم، ولا انك انت تلعب لعب مباشر وتقدم الفريق. فهذه ابرز النقاط اللي انت تركز عليها كمدرب في قراءه اللعب او في قراءه المباراه. فكيف المواقف انت كيف تديرها انت برؤيتك. بالنسبه للسؤال الثاني، بالنسبه للاساسيات تركز عليها محل الاداء في المباراه، بالنسبه للنقطه هذه بالنسبه لمحل الاداء دائما مرتبط هو بنواحي علميه اكثر، واكثر ما يكون هم دارسين موضوع اللياقه البدنيه. محلل الاداء اغلب عمله هو موضوع شده المباراه. هل شده المباراه الان انت تراها كمدرب من حيث السرعه؟ اذا انت محتاج ان كيف الفريق يتحكم بالسرعه برتم المباراه، ولا انك انت تلعب اسلوب قوي بحيث انك انت تواجه الضغط اللي عليك. فهنا انت تحتاج ان يكون عندك لاعبين جاهزين بدنيا في عمليه الضغط، وهذه ترجع الى مؤشرات تستخدم فيها التكنولوجيا. بالنسبه لاسهل طريقه قراءه المباراه انا قلت لك اياها، هو انك انت كيف تعرف هدفك في المباراه. بالنسبه للجي بي اس والتكنولوجيا هذه في تحليل الاداء اللي انت تعرف فيها مستويات البدنيه للاعبين في سرعه في 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 سرعه اداء اللاعب في مسافات اللي يقطعها، عدد التمريرات اللي يعملها، مسافه الجري اللي في اللي يقطع اللاعب حسب مركزه. فكل هذه تعتمد فيها في تحليل اداء اللاعب بشكل فردي والفريق بشكل عام، وهذه اغلب ما يكون برامج جاهزه المدرب يستفيد منها في معرفه قدرات اللاعب لما يحط خطه اللعب. مثلا لما يقول انا بلعب الضغط في منطقه معينه، محتاج اللاعبين انه عندهم القوه في تحمل الضغط، وهنا تحمل الضغط يكون من نواحي ذهنيه في عمليه التركيز. فهنا بيربطها في تحليل أداء اللاعب تحت الضغط بمؤشرات بدنية وذهنية. هل التركيز في تحليل فني على الحقائق والأرقام أم أن التحليل ليس علم جامد ويشكل فارق الرؤية الشخصية؟ شوف أنا رأيي أنا الشخصي في تحليل الإحصائي فنيا هي حقائق وأرقام. الحقائق والأرقام تعطيك حقائق، ولكن هذه الحقائق يمكن ما تعطيك الحقيقة اللي معترف فيها في كرة القدم. مثال اللي أنا ذكرته من قبل، أن أنت اليوم في استحواذك للكرة بنسبة 60%، لكن نسبة التهديف عندك أنت نسبة قليلة، أو ما نقول نسبة الأهداف، نقول حتى نسبة محاولاتك على المرمى قليلة جدا بالمقارنة بنسبة استحواذك. يمكن اليوم لما تشوف مباريات الدوري ابطال اوروبا تلقى ان اغلب الفرق اللي نسبه استحواذها اقل تفوز على الفرق اللي او تحقق نتيجه ايجابيه على الفرق اللي نسبه استحواذها عالي. ليش؟ لان هنا اصبح مفهوم جديد هو الاستحواذ الفعال، الاستحواذ اللي يعتمد على التكتيك للاعبين اللي فيه جانب كثير كيف يتحكم في رتم الأداء اللي قدامه، يعني كيف يتحكم في رتم استحواذ الفريق المنافس، أن إغلاق المساحات بشكل جيد بحيث أنه ما تمر تمريرة سريعة في منطقة المنطقة اللي هي منطقة بناء الفرص التهديفية. هذا رأيي الشخصي. يعني بالنسبة لي في حالة تحليل يتمتع عن 5 أسئلة: لماذا ومتى وكيف وأين ومن. شوف بالنسبة الآن الخمس أسئلة، لماذا خلنا أخذ قراءة اللعب الآن. لماذا يفضل المنافس، أو طالما ذكرت أتلتيكو مدريد، لماذا يفضل أتلتيكو مدريد إغلاق العمق؟ طيب هذا السؤال الأولاني. ومتى يغلق أتلتيكو مدريد مساحات اللعب؟
لماذا؟ واضح جدا انه هو يغلق المنطقه اللي فيها ما بين الخطوط، لان هاي المنطقه اللي اللاعبين اكثر مبادره في النواحي الفرديه، فيقوم يغلق بحيث انه ما تكون هناك في تمريرات العمق، وممكن ايضا يكون هناك في الكومبينيشن بلاي اللي هي لعبه الثنائيات. فبالتالي اي تقدم ممكن تلعب الكره خلف المدافعين فهنا تكون الخطوره. هذه لماذا؟ متى انا متى لما الفريق يتقدم في ملعبي ولا انا اغلق المنطقه في الكره في ملعب المنافس بحيث ان يكون عندي مساحه اغطيها. كل ما انا ضيقت المساحه عمليه الصعوبه للمنافس في اختراق المنطقه، منطقه العمليات بالنسبه او منطقه بناء الفرص التهديفيه. والكيفيه الان الكيفيه يعتمد، هل انت تعتمد على الزياده العدديه في منطقه تواجد الكره وهنا نسميه احنا بول اورينتد، ولا انت تفضل ان يكون الزياده في المنطقه المعاكسه، ولا تعمل توازن في المنطقه اللي انت تغطيها بشكل عام. هنا ارجع اقول لك لاي منطقه انت تريد انت تبني فيها استراتيجيتك او هدفك من المباراه. وذكرنا ان اتلتيكو مدريد يعمل العمق لسبب اي كره يستقطعها هنا بالنسبه له سهل. ومين مين هو الكي بلاير او مين اللاعب اللي يقوم بعمليه بدء، واللاعب اللي يقوم بالتحول الهجومي بعد استقطاع الكره. اذا الاجابه كانت واضحه فيا ريت تخبرني. طيب ما هو الاهم في التعليم، قراءه الموقف او اتخاذ القرار؟ هم مرتبطين في بعض. هنا ما في حاجه اسمها التعليم، هنا انت تطور ادراك اللاعب في كيفيه قراءه الموقف. وكثر ما كان اللاعب مر على مواقف اللعب خلال التدريب، فخبرته التنافسيه وخبرته في قراءه اللعب تكون اسرع في عمليه اتخاذ القرار. فكل ما كان لاعب لديه مخزون من الخبره التنافسيه، يعني خبره مواقف اللعب، بتكون قراءته اسرع، سرعه تفكيره بيكون اسرع. لذلك اليوم في التدريب توجه الى التدريب الذهني، والتدريب الذهني غالبا ما يكون مرتبط بمواقف اللعب. وفي اساليب للتدريب الذهني في العالم، يمكن في اوروبا بشكل خاص الاسبان يعتمدون على قراءه المواقف بشكل غير مباشر، الهولنديين ياخذونه بشكل مباشر، الالمان في دمج ما بين الاثنين. فكل التدريبات هذه تساعد اللاعب في عملية اتخاذ القرار وقراءة الموقف قبل. هل يتم الربط ما بين تحليل المنافس وتحليل الفريق، ويتم عرض الحلول من خلال معطيات الفريق لتعرض الحلول المقترحة ومواجهة المنافس، أم يأخذ دور المحلل سيرة الوقائع من غير طرح وجهة؟ الآن نحن نتكلم عن دور المحلل الفني داخل الفريق. دور المحلل الفني للفريق يعتمد على المدرب. أنا كمدرب شو أحتاج من المحلل الفني؟ هل انا ابغي يعني يعطيني كل اللي انا احتاجه، ولا حسب ما انا اشوف، ولا هو يراويني على حسب ما هو يشوف؟ وهنا في اشكاليه انا شفتها من خلال كثير من الاخوان، يخلي المحلل الفني هو يعرضه وفق وجهه نظره. ممكن تكون صحيحه او ممكن تكون عكس اللي يشوفه مدرب. يعني خليني اعطيك مثال بسيط جدا. أنا كمدرب أنا ما أحب أن المحلل يجي يقول لي والله في أخطاء في خط الدفاع في المباراة هذه. طيب أنت كيف قست على المباراة هذه وما قست على المباراة السابقة؟ لأن أنت لما تيجي تقول لي والله كمحلل فني أن فريق خط الدفاع يحتاج إلى 1 2 3، فلازم تقنعني فيها من خلال 4 مباريات أن هناك في أخطاء متكررة.
فبالتالي نعم، لكن لما انت تقول لي والله خطا في هالمباراه ونفس الخطا ما يحدث في المباراه، هنا ما في خطا، هنا حاله عرضيه حصلت. الحاله العرضيه حصلت بسوء تقدير من اللاعب في عمليه التنظيم او عمليه التمركز او عمليه اتخاذ القرار او عمليه قراءه الموقف، فبالتالي هنا الموقف اللي صار عرضي. وممكن نفس الموقف اللاعب هذا ما يتكرر معه. النقطة الثانية، المنافس اللي قدامك الآن، المنافس اللي قدامك هل هو نفس المنافس اللي بيلعب معه في المباراة المقبلة أو اللي لعب معه في المباراة السابقة؟ فأعتقد هنا لازم يكون بالنسبة للمحلل الفني اللي موجود فريق يعرف الآن شو يريد من المدرب، شو يريد منه من خلال المباراة هذه. هل يريد منه فعالية استراتيجيته كفريق؟ وين الخلل في استراتيجيتك في فعالية؟ لأن أنا مثلا في المباراة هذه أحاول أني ألعب بتنظيم دفاعي، لأن هدفي في المباراة هذه أني أنا أطلع بنتيجة سلبية في التعادل. أوكي، ممكن المنافس يسجل، نعم ممكن منافس، لكن أنا هنا كمدرب لازم يكون عندي رد فعل أو عندي خطة أني لازم أعادل المباراة. هنا المحلل الفني يقول لي طيب انت عشان تحقق الشيء هذا المنافس عنده نقطه ضعف في النقطه هذه، النقطه الضعف هذه انا اعرف كمدرب متى استخدمها ومين اللاعبين او من فاتح اللعب اللي هم قادرين ان يستغلون نقطه الضعف هذه في حاله ان انا الهدف تغير عندي، عرفت؟ فهذه بالنسبه لموضوع المحلل الفني اللي موجود في الفريق. ما هي عناصر التحليل الرئيسية؟ هي شوف، هي طبعاً 9 أو 10 عناصر، وعشر عناصر هذه موجودة في دورة البي، وبحاول أني أدورها هني عندي في المكتب عشان أعطيك إياها. زي أبو محمد سؤال. إيه تفضل محمد. سؤال من الأسئلة الشائعة في تقريباً لما تصير دورات ورش في التحليل، خاصة إذا جابوا محاضر أجنبي، من الأسئلة اللي تطرح، يعني في دورة من حضرناها في 2012 تقريبا محاضر ألماني ما يحضرني اسمه، محمد اسمه كان طويل، زين اسألوه سؤال الأخوان وما جاوب، قالوا له هل في طريقة ضد طريقة؟ يعني هل 4-4-2 مثلا المضادة لها 4 مثلا 3-3 أو 3-5-2؟ فهمت يا محمد؟ واضح محمد سؤالي. إيه؟ بس أنا بس خلني بس شوي الشباب بس يخفون بالأسئلة، لأن بدأت نخال. احنا شوف هذا نقاش، يعني ما هو اللي نقدر عليه ناخذها نقوله. بجاوب أنا، ما عندي مشكلة لحد الصبح بجاوب اللي تقدر عليه. شوف بالنسبه لي حاضرين الكل ونحن تحت امرهم يا محمد، وجزاك الله خير ان انت عندك المبادره هذه. شوف بالنسبه للعناصر التحليل الرئيسيه، هي التحليل في نحن اعتماده في البطولات ونشتغل عليه، هو يعتمد على طبعا الفورميشن، نظام اللعب اللي هو انت الان كيف تلعب 4-4-2 او 3-5-2 whatever. والنقطة الثانية عناصر التكتيك اللي انت تلعب فيه، system of play يعني طريقة اللعب، اسلوب اللعب، التنظيم الدفاعي، تنظيم وسط الملعب في الدفاع والهجوم، الهجوم كيف مراحله، اوكي رد الفعل حسب النتيجة، التصرف التكتيكي العام للفريق كيف يكون، تمام. النقطة الثالثة عناصر التكنيك بالنسبة للفريق، كيف قدرات المهارية للاعبين، هل هناك في مثلا قدرات مهارية مؤثرة؟ هل اللاعبين عندك مراوغين؟ هل الفريق اللاعبين لهم قدرة في التمرير؟ هل اللاعبين يمتازون بالهيدنج كويس؟ هل هناك في لاعبين على مستوى عالي بالنسبة للتسديد؟ حارس المرمى رقم 4 شخصيته كيف حارس المرمى؟ قدرات الفنية كلاعب كيف يتصرف؟ يعني كدوره في التكتيك؟ كيف يتعامل مع الكرات العرضية؟ كيف يبدأ الهجوم؟ كيف ينظم الدفاع؟ طيب رقم 5، هل هناك في لاعبين مؤثرين بالفريق، الكي بلاير موجودين؟ طيب الكي بلاير هذين الموجودين
شو بالضبط أدوارهم التكتيكية، مهامهم التكتيكية في مراكز اللعب. رقم ستة الآن تأثير المدرب كيف يكون في المباراة من خلال المتغيرات، كيف يتعامل معها. نفس الوقت القرارات اتخذها، هل القرارات مبنية على رد فعل ولا على فعل ولا على مبادرة. طيب في نقاط قوة أنت شفتها بالفريق، في نقاط ضعف موجودة بداخل الفريق، خصوصا نقاط القوة والضعف. يعني دائما بالنسبة لي شخصيا من مباراة لمباراة تختلف، لكن في البطولات يؤخذ نقاط القوة والضعف للفرق إذا كانت النقاط هذه متكررة في أقل شيء في ثلاث مباريات. طيب هناك في ملاحظات أنت شفتها في المباراة في التحليل تحب تذكرها، من ناحية بدنية، من ناحية ذهنية، من ناحية سلوكية. فكل العناصر الثمانية هذه هن أساسيات أو عناصر التحليل الرئيسية في المباراة بشكل مختصر. طيب بالنسبة لسؤالك محمد، إن هل هناك في طريقة ضد طريقة؟ شوف الأساس طريقة اللعب أو نظام اللعب هم إمكانيات اللاعبين. عرفت إمكانيات اللاعبين ما بين مدرب لمدرب، هنا يضع الفلسفة. خلني أقرب لك الفكرة. الآن لما تحب تشوف اليوم أرسنال مع مانشستر سيتي، الاثنين المدربين الاثنين هم يعتمدون أو يحبذون الأسلوب أو خلنا نقول نظام اللعب اللي هو معروف 4-3-3، لكن داخل الأربعة ثلاثة ثلاثة يختلف من مدرب لمدرب حسب أسلوب اللعب. بمعنى اليوم في مانشستر سيتي المدرب يحاول إنه دائما إن الكرة تلعب لقدام فيرتيكال في العمق، لكن أرسنال يحاول قدر المستطاع أن يطلع الكرة برا بحيث أن يكون استحواذ بالنسبة لأكثر في 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 البناء الهجوم. لكن هم يلعبون 4-3-3، لكن أنت الآن المعطيات اللي داخل الموجودة حسب فكرك أنت، حسب فلسفتك أنت، في كيف يكون 4-3-3 له فعالية بحكم إمكانيات اللاعبين. مثال آخر على 4-3-3، أنت عارف كلوب يلعب 4-3-3، لكن قوة كلوب متى؟ مش استحواذ، قوة كلوب لما يفقد كورته كيف يعني كيف يسترده بسرعة. عرف؟ لكن مانشستر سيتي مش قوة في استرداد الكرة، قوة في عملية استحواذ اللي مرتبط بتغيير مراكز اللعب. صحيح. عرف؟ في أن هم يحاولون أن يجدون التوقيت المناسب في عملية التمرير في العمق يكون حاسم. عرف؟ فهذا الشيء يعني أتمنى إن شاء الله أكون الإجابة واضحة وافية وكافية أبو محمد. بس هم حضرتني شوف هذه يعني هي قديمة، مقولة لأريغو ساكي لما قال أنا غيرت أو اخترت طريقة 4-4-2 الكلاسيكية القديمة، قال اخترتها لأنها تغطي مربعات أكثر من 3-5-2، لأن كانت 3-5-2 كانت في وقتها هي الدارجة. ولكن أنا يعني حضرتني هذا المقولة، بس إذا بتي تركبها في الكرة الحديثة ما تركب قضية المربعات، لأن اللامركزية كان حاليا أكثر. بالضبط. فالآن أنت قبل كان الاستحواذ، يعتمد على 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 أو خلينا نقول الاستحواذ اللي يعني اللي طورته إسبانيا بخلال لاعبين برشلونة. صحيح. يعتمد على الاستحواذ. سابقا كان الاستحواذ بالنسبة لبرشلونة ثلاث أنواع من الاستحواذ في داخل الملعب. عرفت؟ لو واحد يصير يشوفها إنه دائما لما يبدأ من خلف يعتمد على التمريرات على العرض، ما يعتمد على التمريرات على العرض. لما يجي لخط الوسط يعتمد على الاختراق الفردي. لما يروح على الثلث الهجومي للمنافس يحاول قدر المستطاع على الكومبينيشن بالتمريرات القصيرة، وبعدين الحل الثاني اللي يكون فيه الحل الفردي المراوغة. عرف؟ لما يكون في موقف واحد ضد واحد، فلما تنقطع الكرة برشلونة على طول منظم انه يسترد الكرة.
اليوم اليوم عملية الاستحواذ القاعدة اللي هي الست ثواني قاعدة استرجاع الكرة ست ثواني. الحين اليوم في قاعدة اليوم 5 ثواني انك انت تلعب فيها هجوم. الحاجة الثانية اليوم الاستحواذ يعتمد على لا مركزية خط الوسط، بس قبل كان الاستحواذ يعتمد على لا مركزية خط الهجوم، اليوم يعتمد على لا مركزية خط الوسط، خصوصا المثلثات اللي في وسط الملعب هي الان المفتاح ان كيف اللاعبين ما يتمركزون في تمركز الكلاسيكي، يقومون بعملية المرونة في خط الوسط بالثلاثي. لو شفتوا أتلتيكو مدريد مين اللاعب المؤثر لما أتلتيكو مدريد ياخذ كورته وبدأ يطبقونه بشكل كويس؟ هو اللاعب رقم قلب الدفاع هو يعمل راس المثلث من تحت في أثناء الكرة تكون في ملعب المنافس، وهذه كانت واحدة من المفاتيح اللي استطاع أن سيموني يتفوق فيها في مبارياته في الشامبيون ليج. لكن الآن طبعا الأمور توقفت، فكنا نبغى نشوف شو الحلول اللي ضد اللي على سيموني في الموضوع. اوكي، ما هي افضل طريقه للعب الاستحواذ خصوصا فئات السنيه؟ مع العلم وجود نخبه مميزه عندي يختلف الوضع ويصبح اللعب بالكور الطويله والدخول لعب. شوف الان بالنسبه للموضوع تعليم الصغار الاستحواذ، هو افضل حاجه عندك انت هو ان الولد يتعلم كيف يستحوذ على كورته، والمثلثات هي أنسب وسيلة من وسائل التدريب إنه يلعبها. وفي المثلثات في شرطين، الشرط الأولاني إنه دائما اللاعب يلعب الكرة للأمام كتفكير. النقطة الثانية إذا ما لقى في التفكير الأولاني إنه يلعب للعمق أو للأمام، فعنده حلول على الأطراف بحيث إنه هو يوسع زوايا الانتشار بالنسبة للاستحواذ، فبيكون عنده خيارات الاستحواذ أكثر في نواحي التمرير. ليه الفريق ما يقدر يلعب بالأسلوب يعني ما يقدر يلعب بالاستحواذ في المراحل السنية؟ لسبب بسيط جدا، أنت اليوم في مرحلة تعليم والتطوير، فيحتاج اللاعب إدراك وثقة وتركيز للعملية هذه، خصوصا أن هي 90 دقيقة هو مستحوذ على الكرة وما في فعالية. نعم اليوم في 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 مصطلح صراحة ما أدري شو معنى الاستحواذ السلبي، لكن أنت طالما الكرة عندك فأنت عندك أفضلية في إنك أنت تكون إيجابي بالكرة، لكن أنت تحتاج إنك كيف تتفوق على منافسك وفي نفس الوقت ما تضيع كورتك، لأن ضياعك الكرة معناه إنك أنت قمت بمجازفة افضل مجازفه فقط فيها الكره، وانت في حاله عدم توازن ومساحات خلفك اكثر فاستغلت. فبالتالي الان انت في المراحل السنيه قادر ما تقدر ان اللاعب يتعلم ويتطور كيف هو يوجد حلول من خلال الاستحواذ بالكره، فهنا تنمي فكر اللاعب وذكائه في كيفيه حل مواقف اللعب لما يكون قدامه لاعبين اثنين وفي اغلاق للمنطقه، لكن مطلوب منه انه هو يحافظ على كورته بالدرجه الاولى. والنقطه الثانيه يفكر في حلول بالمبادره، والنقطه الثالثه والاهم انه ما يفقد كورته. فالان هو الان قدامه 3 خيارات في عمل الاستحواذ، هو اللاعب الان بحكم خبرته بحكم مهارته يقدر يتخذ القرار. كمثال مثلا بشكل اوضح الان ميسي متى يجازف في انه هو يروح واحد ضد واحد؟ لما يحصل موقف بالفعل واحد ضد واحد وفي مساحه خلف اللاعب اللي يقوم في عمليه واحد ضد واحد، لانه خلاص لما يتفوق منه فهني بتكون عنده فرصه للتسديد، فرصه للتمريره، فرصه لانه هو يعمل اسيست، فرصه انه يعمل 1-2 ويتحرك.
فهنا بالنسبه بالنسبه للاعب هو القرار اللي يعتمد على عدم مجازفته في ضياع الكره. اللعب الكره الطويله احيانا انت كمدرب تحتاج الى الكره الطويله خصوصا ان هناك في متغير، لكن اذا انت حاب تكون فلسفتك واسلوبك في الاستحواذ فافضل انه يكون هذا الشيء في مراحل السنيه، لان في الكبار انت تحتاج ان المباراه تاخذ الاسلوبين، فاللاعب يعرف متى يلعب بالاستحواذ، يتحكم في الرتم ويتحكم بالشده، او انه يلعب اللعب السريع للامام المباشر بحيث انه هو يكون عنده سرعه عاليه في استغلال المساحات الخاليه. الفرق بين اتخاذ القرار الفني وتنفيذ القرار، شوف الفرق ما بينهم، اتخاذ القرار عمليه ذهنيه وتنفيذ القرار عمليه مهاريه. انا اتخذت قرار اني انا اراوغ، هل انا عندي القدره في عمليه المراوغه بفعاليه؟ فهنا ادخل انا في موضوع التايمينج، انا الوقت مش مناسب اني انا اعمل مراوغه وانا محتفظ بكورتي والمساحه اللي بيني وبين المنافس ما يعطيني افضليه اني انا اقدر اراوغ، لكن في نفس الوقت ممكن تكون لي افضليه في توقيت معين في اتخاذ القرار بالمراوغه، لان المساحه اللي موجوده خلف اللاعب هذا اذا راوغته بتعطيني افضليه اني انا استغل المساحه اللي خلفه. فيرجع القرار ما بين العمليه الذهنيه كتفكير والتنفيذ يكون مهاري، لان هناك لا تنسى جانب مهم جدا مرتبط فيه هي السرعه ما بين التفكير وسرعه التنفيذ المهاري. طيب بالنسبه ل التكتيكال باد، اوكي التكتيكال باد انا سبق تكلمت وتناقشت مع محمد لما كنا في الدوحه في الموضوع هذا. الموضوع هذا مش بسيط لانه يحتاج انا ومحمد نكون مع بعض، فانا اعطي الشرح وهو يقوم يعمله بسرعه في موضوع الشرح بالتكتيكال باد. والتكتيكال باد لازم ناخذ، اذا محمد يوافقني انه لازم ناخذ نحن المواقف وناخذ الاسئله هذه او اللي يحتاجه المدرب بالمواقف، فنقوم نحن محمد يقوم يعملها بالتكتيكال باد بما يتوافق مع رؤيتي انا، فهي مش عمليه سهله. لا لا محمد يقصد انتم متواجدين ويمكن في المستقبل. يا محمد اي محمد اقول لك هو يقصد ان يبون يعني محاضره نفس ما سوينا قبل امس، سوينا محاضره في التكتيكال باد التعليميه، فهو يقصد كذي يعني يقصد انه يبون انه ياخذون يعني. فانا ايش قايل لهم؟ قايل حق الشباب الاخوان المدربين ان احنا راح ننوع في المحاضرات، ما راح تكون فقط اللايف انه فقط تكتيكال باد، راح يصير في تنويع لان في مستويات انا حددت وبس يعني. بس الحين القادم ان شاء الله يعني ننوع يعني، بس يعني اليوم ما شاء الله استفدنا صراحه ابو محمد من خبرتك. اوكي فنكمل، كمل ابو محمد انت مستمتع واحنا مستمتعين، نكمل. روح طيب نقول الان ما هي النقاط المهمه في تطبيق الاستحواذ فعال في حالات اللعب وفي مناطق اللعب؟ طيب اوكي، اولا الاستحواذ هو مفهوم هجومي، يعني انت في حاله لعب الهجوم. في حالة لعب الهجوم الآن الاستحواذ يكون فعال عندك أنت في خمس مبادئ في للهجوم. هو أول حاجة أنت كيف تنتشر وكيف تعمل سبورتينج وكيف تعمل بنتريشن وكيف تعمل الإبداع الفردي، والخامسة كيف تعمل اللي هو التحرك بدون كرة. طيب الآن إذا عندك الكرة أنت فمعناه أنك أنت تحتاج إلى كيف تلعب للأمام، فشو تحتاج؟ تحتاج أن تتحرك بدون كرة. فالتحرك بدون كرة معناه محتاج أن أنت كيف توجد مساحات، عرفت؟ طيب ناخذها واحدة واحدة. الآن أنت في عملية الاستحواذ لما تكون الكرة في منطقتك أنت الآن، يعني ما بين منطقة خلينا نقول نص ملعبك، يعني نص ملعب اللي هو بين رأس القوس 18 ونص وقوس رأس القوس نص الملعب اللي هو في ملعبك أنت، هنا انت الاستحواذ كيف تحتاجه؟ تحتاج ان يكون على الاجناب
معناه انك انت تبغى تعمل انتشار على عرض الملعب، فهنا تحتاج الى مبدا الانتشار اللي مرتبط بالمسانده على الاطراف. طيب الان انت تبغى ان المنطقه في وسط الملعب تحتاج الى اختراق بالتمرير او بالفردي، فهنا انت تحتاج انك كيف تخترق في مساحات اكبر. ليش؟ المساحات هذه تكون اوسع بالنسبه لك انت في عمليه الاستحواذ، انك انت منتشر على عرض الملعب. طيب تيجي الان في المنطقه الثالثه اللي هو تحتاج الى الكومبينيشن والمبادرات الفرديه، فتحتاج هنا ان اللاعبين يتحركون بدون كره بحيث ان يوجدون مساحه انت كيف تستغلها. فحط المبادئ الخمسه هذه في لحظه انت عندك الكره كيف تلعبها، عرفت؟ طيب نيجي الان بالناحيه الدفاعيه، طالما الان انت مستحوذ على الكره فمعناه انك انت تدافع. كيف؟ ان الفريق المنافس ما بيهتم عليك لانه ما عنده الكره، فبالتالي هو دفاعيا انت تدافع على منطقتك باستحواذك للكره. في عمليه الان التحول، هل انت في عمليه التحول للهجوم هل تحتاج انك تزيد الرتم ولا تحافظ على الرتم؟ طب اذا انت تحتاج تزيد الرتم فانت لازم تعرف وين انت استخلصت الكره او وين انت استرديت الكره، عرفت؟ فهنا انت كيف تبغى الاستحواذ، سريع وتتحكم فيه، ولا تبغى انك تبني من اول جديد فترجع في منطقتك الكره، وهنا المنطق اللي تبغى تلعب فيه بحيث انك ما تجازف فيه فقدان الكره. الحاله الثانيه في عمليه التحول، اذا من الهجوم الى الدفاع، هل انت الان في منطقه تحاول انك انت تعطل او تبطي او تمنع الفريق المنافس في عمليه استحواذه، وانت تقوم تتحكم في منطقتك بحيث انك ما تعطي اي مجال او الفريق المنافس بتنظيمك انت. لكن يرجع في نقطه مهمه جدا في عمليه التحول، هو انت كيف تتوازن اثناء تحول هجومي دفاعيا، والعكس كيف تتوازن هجوميا اثناء التحول الدفاعي. فنقطه التوازن احنا عملناها في دوره الاي عندنا نحن الامارات، ان كيف يكون الفريق متوازن اثناء التحول. اوكي، هل تؤيد تحليل من مرحلة مبكرة؟ طيب الآن شو معنى أنك أنت تعود اللاعب عملية التحليل؟ هي فكرة بسيطة جدا، هل اللاعب عندك أثناء التمرين قادر أن يستوعب التمرين من أول مرة ولا من ثاني مرة ومن ثالث مرة؟ فهنا يرجع عملية الاستيعاب هي قدرات إدراكية للاعب أثناء تنفيذ التمرين. فبالتالي الآن سؤالك المباشر للاعب الصغير، انت شو استفدت من التمرين؟ اوتوماتيكيا اللاعب يعمل فيدباك، او الصغير يعمل فيدباك على موضوع قراءته للتدريب. فبالتالي بالنسبه للاعب من سن مبكر يبتدي الان يتعرف على كيفيه قراءه اللعب، لانه هو مش دوره ان يقوم بعمليه التحليل، لان التحليل دور مدرب يحلل امكانيات اللاعب عشان يعطيه مهام، يحلل امكانيات اللاعب عشان يعطيه تدريبات يتوافق مع قدراته. فعمليه التحليل هي عمليه خاصه بالمدرب، لكن عمليه قراءه اللعب هي الانسب للاعب يبتدي يتعلمها، وانت تطورها من خلال المراحل العمريه كل ما يكبر، فبالتالي ينمو عنده ذكاء اللعب، وهنا نحن نسميه جيم نولج، يعني ثقافه اللعب. وهنا ثقافة اللعب يعرف كيف يتصرف من خلال مواقف اللعب، متى يزيد الرتم، متى يخف الرتم، متى يلعب كرة مباشرة، متى يراوغ. فهنا يدخل في موضوع قراءة اللعب وخبرة لعب اللاعب. في التحليل يستخدم بعض المحللين هذه الكلمات: الخطة، الطريقة، الأسلوب، التشكيل. أوكي. الخطة هي واضحة جدا بالنسبة للفنيين، انا ما لي علاقه في موضوع التحليل التلفزيوني، لان التحليل التلفزيوني من وجهه نظر شخصيه هناك اسئله
يسألون الشخص هذا الخبير أو الفني في سؤال معين، والسؤال هو يرد عليه يجيب عليه بحكم خبرته بحكم معرفته بحكم ثقافته. فهنا السؤال يكون كاستشارة أكثر ما يكون من نواحي فنية كتدريب. طيب الخطة، معناها أنا كيف ألعب المباراة، أنا كيف أبغي ألعب المباراة، هل ألعب بأسلوب أو ألعب خطة لعب أني أكون أعمل زيادة عددية في منطقة المنافس بحيث أني أنا تكتيكي مبني على استرداد الكرة بأسرع زمن ممكن وأكون أكثر طريقة أكثر مسافة للمرمى؟ هاي خطة. الطريقة، اللعب هي تحولات التشكيل، يعني التشكيل هو 4-5-1 جميل في الدفاع، لكن الطريقة منها أو نظام اللعب منها إنه كيف يتوزعون اللاعبين من خلال المهام اللي الخمسة كيف يتوزعون. فهنا الفرق ما بين الطريقة أو نظام اللعب والتشكيل الأساسي. الأسلوب متعارف عليه في كل العالم، هم ثلاثة أساليب. الأسلوب الأولاني يعتمد على الاستحواذ، والاستحواذ تكلمنا عنها، في استحواذ على نوعية التمرير، في استحواذ على الاختراق، في استحواذ على الكومبينيشن التمريرات البسيطة. وفي الأسلوب السريع المباشر يعتمد على التمرير الطويل إلى المساحات الخالية، وبعدها يبتدي يتم الزيادة العددية بأسرع زمن ممكن في منطقة المنافس. والآن في دمج ما بين الأسلوبين حسب مواقف اللعب، وهنا مثل ما قلت أنا يتطلب أن يكون عندك لاعبين إدراكهم التكتيكي عالي جدا في قراءة الموقف واتخاذ القرار المناسب من حيث أسلوب اللعب. في شغلة أبغى بس أضيفها على موضوع أنه اليوم الهجمة المرتدة، خطة ولا أسلوب؟ الكثير يقول الاثنين، لكن اليوم أنت ممكن تسجل عن طريق هجمة مرتدة، بس الهجمة المرتدة هل أنت تدربت عليها في المباراة هذه؟ فإذا هي أصبحت خطة لعب في المباراة هذه، لكن كفريق يلعب لا، أسلوب الاستحواذ. فهذه النقطة اللي حبيت أني أنا أوضحها بالنسبة لي الخطة والطريقة والأسلوب والتشكيل. كما تعلم يا كابتن، هناك تنسيق ما بين المدرب العام والجهاز المعاون سواء في التحليل وقراءة المباراة واتخاذ القرارات والتبديلات. سؤالي، هل هناك أدوار أخرى تعطي المساعدين من قبل المدرب؟ شوف كابتن، بالنسبة كابتن عصام، أبو طوق، أوكي، شوف عصام، المدرب هو القائد. أنت كيف توزع المهام يرجع لكفاءة جهازك. فأنا بعطيك من 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 رؤية شخصية، أنا يعني أنا أحب إن الجهاز يكون معاي يعرف تفكيري، بحيث إن لما يقرأ معاي المباراة عارف أنا كيف أقرأ المباراة، وهذه ما بتحصل. وكثير من الأحيان هم نتناقش ويكون قراري هو الحاسم، رغم أن أحيانا كثيرة يعطوني قراءة فأنا أتابع القراءة هذه، لأن أحيانا كثير أن يمكن في موضوع في نقاط أنا ما منتبه لها، فهم ينبهوا ليها بحيث أن لما أتخذ قرار عارف أن ما في أي حاجة أو أي نقطة فنية أو أي موقف في المباراة ما أنا اكتشفته. فهذا يحتاج إلى كفاءة عالية من الهيد كوتش وقدرات. لذلك اليوم أسعار المدربين أو رواتبهم هي اللي تميز كفاءة المدربين هذيل، يعني عرفت كيف. لكن في نفس الوقت عصام، ان الجهاز الفني يختار المدرب، اذا فرضوا عليه هذاك شيء اخر، لكن هو دائما هو اللي يختار خصوصا على المستويات الكبيره. وانا رايي دائما لما يكون الجهاز يكون اقرب من اصدقاء اكثر،
وثقة بينهم أكثر. لكن في نفس الوقت في مقولة أو في هي مش مقولة ف يعني خبرة من كثير من المدربين يقول أكثر واحد تخاف منه هو المساعد. فأنت كيف المساعد تشوفه؟ لكن سابقا كان المساعد هو كان يبحث عن فرص تدريب للمدربين. يعني انا اذكر براين كلوف واحد من اشهر المدربين كان المساعد هو يدور له. الله على براين كلوف يا ابو محمد الله. فهو كان يدور المساعد كان يدور له في فرص عمل عشان يشتغل معه. فكان الاخلاص موجود بهالشيء. ستيف ماكمنن مع أليكس فيرغسون وكيروش مع فيرغسون. فاليوم المساعدين هم الباك اب يعني مش اي واحد يعني كل واحد له طموح وكل واحد يبغى يكون هيد كوتش. لكن انت في ناس عندهم قناعه ان انا ما اقدر اكون هيد كوتش فيقول لك انا راضي اني اكون مع الشخص هذا وتحت ادارته. لذلك فيرغسون كم سنه جلس ونفس المساعدين فينجر نفس الشيء وبالتالي أريكسون نفس الشيء. فهذين المدربين مش بسهوله تحصل مساعدين تقدر تبني معاهم ثقة. عرفت؟ فهذا بالنسبة لسؤالك يا عصام والأدوار أنت كمدرب توزعها. أوكي. 10 عناصر. أنا ما فهمت شنو القصد يعني تنزلنا 10 عناصر. أي 10 عناصر تقصد فيها؟ لا يقصدون نقاط التحليل محمد إنهم يبونها بالجروب. بعدين أنا راح أعطيك آدم بالجروب عشان تذكر لهم بالجروب نحط لهم العناصر العشرة اللي انت ذكرتها. انزين هو محمد هو ثمان نقاط المحلل اللي هو طريقه تحليل المباراه يعني قصده. ايوه تحليل المباراه نقاط تحليل المباراه. خلاص انا بنزل لك ان شاء الله وانت شوف كيف طريقتك. انزين ابو محمد في سؤال يعني بالخاص يقول لك هل اسلوب اللعب يبنى على نقاط القوه الموجوده في فريقي او نقاط الضعف الفريق المنافس؟ من عبد العزيز ما ادري اوكي. اشوف محمد الموضوع الاسلوب هو انت ما تبني اسلوب لعبك على المنافس. انت اسلوب لعبك مبني على ثلاث نقاط. النقطه الاولى امكانيات لاعبينك هذا واحد. النقطه الثانيه فلسفتك انت. النقطه الثالثه استراتيجيتك انت في اللعب. هالثلاث اشياء هي اللي تبني لك اسلوب اللعب. خلنا نفترض الآن أنت مدرب عندك قناعة وفلسفة على الاستحواذ. فإذا أنت تحتاج لاعبين ذو إمكانيات مهارية عالية في إيش؟ في التمرير. تمام؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية في نفس الـ تحتاج لاعبين يمتلكون توقيت في عملية الاختراق للمساحات. طيب إذا ما كانوا متوفرين هذه العناصر بالنسبة للاعبين هل بتروح الاستحواذ؟ اوكي طيب الان النقطه الثالثه اللي هو استراتيجيه اللعب اللي انت بتبنيها اللي هي ما بين المدرب فلسفته وامكانيات اللاعبين. فهنا انت تبني اللي ما يتوافق مع امكانيات اللاعبين ك ك ك كاسلوب. وبمثال اخر انت تفصل الاسلوب اللي يتناسب مع اللاعبين ويتناسب مع طريقه تفكيرك انت في اعداد خطه المباراه. لكن انك انت على اسلوب لا هني خطه لعب اسلوبك هذا ثابت يكون. انا احب العب باستحواذ لكن لما اروح في منطقه المنافس احاول قدر المستطاع اني ما افقد كورتي فبالتالي ما اجازف في عمليه الاستحواذ. عرفت؟ طيب اسلوب ثاني انا عندي قدام لاعبين سريعين جدا في المساحات فهنا يعتمد انا وين بسرع الهجمه في اي من نقطه. هل بسرع من ملعبي او في منطقه 18 بالنسبه لي انا لانها في مساحات اكثر. فهنا الان انا هذا اسلوبي في اللعب. عرفت؟ واستراتيجيتي مبنيه على النقطتين هذين. انا كمدرب فكري وامكانيات اللاعبين واستراتيجيه لعب الفريق اللي العب فيه. اوكي هل ممكن انك كمدرب يكون اسلوبك استحواذ في حاله تكون الكره معك والضغط المباشر في حاله فقدان الكره؟ طيب تقدر تسوي هالشيء.
اسلوب لعبك يعتمد على الاستحواذ، لكن السؤال الان انت وين يعني وين اكثر نسبه في فقدان الكره؟ يعني انت وين اكثر منطقه صار في خلل في الانترنت يا كابتن عبد الله. سيرجع الاتصال مع الكابتن ان شاء الله كابتن محمد، دقيقه بس اساس الاتصال عند كابتن عبد الله، صار في عنده مشكله. طيب يا اخوان تسمعوني؟ في صوت عندكم؟ ايوه صار في مشكلة عند الكابتن، الحين يرجع ان شاء الله، يرجع النت وياه ويدخل هنا الجروب. عموما بالعكس والله استمتعنا في محاضرة كابتن عبد الله، كانت وايد شيقة واستفدنا الكثير خلال النقاط اللي ذكرها. المحاضرة مسجلة يا كابتن، ان شاء الله مسجلة، ناخذ بريك على قولتك. طيب الله يعطيك العافية يا كابتن محمد، حياك الله. طبعا ودي أوضح نقطة، يعني هذا الكابتن عبد الله يعني أنا ما شاتي أنا مجروحة فيه يعني بصراحة، وسبحان الله يعني خيرة يعني اعتذار كابتن أحمد وكمال يعني يد خيرة بوجود كابتن عبد الله، فالحمد لله على كل حال. وبإذن الله يا كابتن والكباتن الموجودين بوجودكم، يعني بصراحة أنتوا قاعد تثرون العملية من خلال الأسئلة المفيدة والموضوعية، أسئلتكم جدا مفيدة وموضوعية بنفس الوقت. يعني إحنا لو تلاحظون أن المحاضرة صارت من خلال مقدمة يعني كبداية، ثم أنتوا تساءلتوا في أسئلة وايد كانت مفيدة للجميع. لا ما في، مو آخر محاضرة، شكل الحضر مطول يا كابتن. فإن شاء الله راح نستمر، وبإذن الله يعني حتى التنوع في المحاضرات أنا يمكن ذكرت في البداية، يعني راح نحدد إن شاء الله جدول من خلال الأسبوع، نشغل وقتنا بشيء يفيدنا كمدربين، ننشغل في أمور تفيدنا في عملنا في الفترة القادمة إن شاء الله. فموضوع التكتيكال باد موجود، ما راح أوقف عنه، بالعكس راح نستمر عليها. المحاضرة إن شاء الله إذا خلصنا الحين راح أرد إن شاء الله، راح أنزلها باليوتيوب بس عقب ما نرتبها ونضبط العملية. وبإذن الله إن شاء الله الكل يعني راح توصلها في الجروب، وبإذن الله نستمر. وبالعكس أي اقتراح أي مقترح إحنا إن شاء الله معاكم، ونبي نقدم شيء، وودي يعني ولا أقول أخليها مفاجأة إن شاء الله، يعني احتمال إن شاء الله بكرة راح تكون عندنا محاضرة لمدرب قدير، أنا ما راح أذكر اسمه إلا لما يعطيني التأكيد، لأن يعني ما أبي أستعجل مثل ما يقولون، ولو أي أحد اعتذر من أي مدرب كان يعني راح إن شاء الله نبلغ بالتغيير بنفس ما سوينا اليوم. حتى لو ان انا يعني انا محاوري جاهزه في موضوع التكتيكال باد، جاهزين مثل ما يقولون، فانا جاهز في اي وقت، بس انا احب انوع، ما احب اني انا يعني ندخل الملل، راح يصير ملل اذا انا كل يوم تكتيكال باد، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم راح تملون مني، فانا ابيكم تشتاقون، عرفتوا؟
فإن شاء الله الاستمرارية موجودة، وال يعني فيكم أنتم بتشجيعكم والتزامنا اللي من خلال الجروب. ما أدري شنو سالفة الإعلانات هذه اللي قاعد تطلع، ف الظاهر النت قطع عند أبو محمد والغايب عذرا معاه مثل ما يقولون. ف ما أدري هذا يعني مدرب ولا إعلان ولا مش عارف، يعني وديع بن سالم ما أدري شو الوضع. راح أشوف لنا حل مع موضوع الإعلانات هذه. فأي سؤال أو أي استفسار يا جماعة اللي يبي أي شيء، أنا أدري إن الجروب مسكر. أوكي كابتن صالح، اتصل في كابتن محمد شوفه. وأنا أعتقد خلصنا، يعني إحنا يعني وصلنا للختام. بلشنا الساعة 8:30، الحين الساعة 10 إلا ربع تقريبا. هلا كابتن عبد الله، رجعت؟ أوكي، حياك يا أبو محمد، حياك. نكمل أسئلتنا. وصل، انا معاكم، انا معاكم وكل اسئلتكم. فبحاول ان اللي ما جاوبنا على سؤاله يكتب لي سؤاله مره ثانيه، الله يخليك، وانا بجاوب عليه واعتذر مره ثانيه. فاللي عنده اي سؤال يتفضل. اوكي، فليه ما تحضرون اسئلتكم؟ بنحاول كم كرة القدم اليوم أكثر ما يقلق المدربين، اليوم هو كيفية عملية بناء الفريق بما يتوافق مع خطة اللعب. الموضوع بناء الفريق مش موضوع سهل، موضوع إنه يحتاج منك إلى عمل كبير جدا في كيفية أنك أنت تنسجم قدرات اللاعبين اللي عندك، وأنت ما تقدر تجيب غيرهم، وفي مدرب قادر يجيب غيرهم، وفي مدرب قادر أنه هو يجيب لاعبين يتوافق مع أفكارهم. فهنا موضوع بناء الفريق يعتمد على نقاط يمكن في المستقبل بنتكلم مع محمد ونتكلم فيها، وأسئلتكم خلنا نمشي فيها. طيب، كتلة الفريق والكرة الثانية والثنائيات اهتم بها المحلم بشكل كبير اليوم. طيب، خلنا ناخذ من الثنائيات. اليوم أكثر ما يمتع الجمهور ويمتع الناس هو عملية الوان تو والوان تري والتحرك بدون كرة. الكرة الثانية هو خطة كثير من المدربين يستخدمونها، إن كيفية الاستفادة من الكرة الثانية في عملية الدفاع والهجوم. الكتلة مقصود فيها هو كيفية تنظيم الفريق. كثر ما كان الفريق منظم بشكل كبير جدا، ترى جماليات أكثر، ترى التحركات بشكل أفضل، ترى أن هناك حلول للفريق أكثر، ترى أن حتى أسلوب الفريق يبين من خلال تنظيم الفريق. كتلة الفريق هو الفريق كيف يتحرك في اتجاه الكرة، كيف يتقدم كمجموعه، كيف يتاخر في مجموعه، في استغلال المساحات، في كيفيه تغطيه المساحات. كل هذه امور ممتعه يستمتع فيها الجمهور، يستمتع فيها حتى الناس اللي تشاهد المباراه. لكن انت كمدرب الان ترى ان هذه مش عمليه سهله، ترى ان هاي عمليه تحتاج الى وقت، تحتاج الى كثير من امكانيات وقدرات اللاعبين، خصوصا ان اليوم كره القدم ترتكز على ادراك لمراكز اللعب للاعبين، بحيث ان مراكز اللعب كيف تنسجم ككتله واحده منظمه في التحرك. اذا لاعب تحرك في نقطه معينه وترك فراغ، فكيف الفراغ هذا يعمل له مشكله؟ الكره الثانيه هي كره كيف انت تبني هجمه وتروح لمنطقه التهديف، لكن الكره هذه تنقطع منك انت الان، فيصبح الكره هذه الان هي عليك هجمة مرتدة، وفي نفس الوقت كرة أنت تحاول من خلال تضغط على المنافس بحيث أنك تسترده.
والثنائيات هنا يعتمد على تفكير اللاعب في التوقيت ما بين المساندة وسرعة التمرير في المساحة الخالية في التزامن في ثلاث في يعني في ثلاث تحركات في توقيت واحد. فبالتالي مش موضوع سهل ان انت كمدرب تحللها، لكن كاستمتاع هي متعة للكل. من ضمن الحالات بشكل اشكاليه هي عند نزول مهاجم للخلف، هل يندفع معه المدافع مما غادر المساء ام يقابل احد لاعبي ارتكاز مما يشكل اوكي. الان السؤال، انت تلعب بمربع بمعنى اثنين قلوب دفاع واثنين لاعبي ارتكاز، ولا تلعب باثنين قلوب دفاع ولاعب واحد ارتكاز؟ هنا يختلف باثنين. اذا في الحاله الاولى اللي هو اربع ما عندك اشكاليه، لان اي لاعب من لاعبين الارتكاز ممكن يقوم بالدور هذا وينزل اللاعبين الطرف وسط الاطراف طرف في اتجاه الكوره، عرفت؟ ويترك المساحه المعاكسه. وهنا اشكاليه في المساحه الخاليه المعاكسه. اذا تلعب بلاعب واحد اللي هو ارتكاز، هنا الان اشكاليه كيف اللاعب الثاني اللي هو المهاجم اللي بيروح يتحرك في المساحه هذه مين من الواجهه. فهنا التنسيق او الكوميونيكيشن ما بين قلبي الدفاع هو الحاسم في عمليه مين يروح مين يبقى في تحرك سواء على اليمين او على الشمال. فهنا يكون في الكوميونيكيشن عالي ما بين اللاعبين الاثنين في قلبي الدفاع لما تلعب ب الارتكاز. اوكي، هناك منهجيات للتدريب اليوم منها الميداني والتقليدي في التكتيك الفترات او المنهج البرتغالي وشكل الوحده التدريبيه. طيب بس في نقطه حابة اوضحها انا، يمكن محمد كان حاضر معي. التكتيكال بريزيشن اللي انتهجوها البرتغال واللي هذه هاي كانت موجوده في الستينات، واللي عملوها هم او اللي اشتغلوا فيها هم المدربين او اللي ابتكروها هم الرومان. وكان بروفيسور روماني هو اللي عمل التكتيكال بريزنتيشن، لكن في اوروبا الشرقيه لا تقدير للامور هذه كلها، الى ان جاء هذا البروفيسور البرتغالي نبش في كتب التاريخ والتدريب البدني، فربط التكتيك مع شدة الأداء، فأصبح جانب البدني يرتكز عليه تكتيك الفريق. أنا ما فاهم شو معنى الميداني والتقليدي، يعني أحب توضح لي شو تقصد في الميداني والتقليدي، لأن اليوم المنهجية، هل تقصد في منهجية مرتبطة بالمهارة والتكتيك ولا منفصلة كل واحدة بالوحدة، أو فقط للتدريب البدني؟ أنا السؤال هذا مش واضح بالنسبة لي، وأنا أستسمحك عذرا. قد يختل أداء الفريق إذا كان هناك خلال في الانتشار بسبب ثقل الفريق المنافس. شو تقصد بكلمة ثقل الفريق المنافس؟ هل تقصد فيه بطء؟ إذا كان بطء فمعناه أن بطء في الانتشار، فبطء في الانتشار سببين: سرعة ارتداد المنافس في تغطية المساحات، فما يعطيك أنت أي مجال أن أنت تسرع الهجمة، فبالتالي هو يتحكم بالرتمك. أو النقطة الثانية أن في انتشار لكن أنت مش قادر تتحكم بالرتمك بحيث أن أنت تمر الكرة للأمام، فيصبح بالنسبة لك أنت التقدم صعب جدا والمنافس يتحرك ككتلة في اتجاه الكرة، فهل يخلي البطء وليس الثقل؟ الجماعية، المكان، الضغط، التوقيت، القيادة، نقدر نقول شروط الضغط. سؤالي، من تفضل يكون قائد في الضغط؟ أوكي، شوف فؤاد، بالنسبة لكرة القدم الجماعية في كل عناصر اللعبة. نجي الآن المكان يعتمد عليك أنت كمدرب، وين أنا أبغي أضغط أستخلص الكرة. الضغط في أربع أساسيات مهمة جدا بالنسبة للضغط. أولا الضغط، أعمل زيادة عددية
كيف احيد المساندين، يعني ابعد المساندين عن اللاعبين اللي مستحوذين على الكرة. رقم ثلاثة توجيه اللاعب المستحوذ. ثالث شيء، الرابع شيء هو التوقيت اللي أنا أبغى أستخلص منه الكرة، أو التوقيت اللي أنا أجبره أن يرجع الكرة وراء أو أدفع للخطأ وأنا أنظم الفريق. هذه أربع أساسيات. القيادة الآن اللي هو الكي بلاير في الضغط، هني هدفك أنت استخلاص الكرة بشكل مباشر جدا، فتعمل أنت الضغط في منطقة لكن هدفك أنك تستخلص الكرة في منطقة معاكسة، أو في الكرة تمرر للاعب معين وتقوم أنت تستخلص الكرة من اللاعب هذا، لأن اللاعب هذا مهاريا إمكانياته قليلة مقابل اللاعب اللي بيروح يستخلص من الكرة. فهذا شيء، لكن الكي بلاير في الضغط يعتمد على اللي قلت لك اياه. الان انت تبغى تستخلص الكره في منطقه، هل في منطقه الضغط ولا في منطقه المعاكسه؟ هذا واحد. النقطه الثانيه، هناك في لاعب نقطه ضعف انت تبغى تستغله في المنافس ان تستفيد منه الكره. ما هي اهم الطرق التكتيكيه في كره القدم؟ خلني أجاوب على هالسؤال بحاجة جديدة. يعني يمكن كنت بعثت لمحمد البارحة. أوكي، اليوم الكل عارف موضوع التحول، اليوم الكل عارف موضوع التحول. فتعرفون أن في التحول هناك في 11 طريقة في عملية التحول للهجوم، يعتمد على اللاعبين اللي عندك ويعتمد على انت كيف تبغى. فمثال مثلا، واحده من الطرق ال 11 انك انت تبغى لما تحول، لما تستلم الكره وتستخلصها، ان كيف في عمليه التحول انك تلعب خلف اخر مدافع. ليه؟ لان هنا تبغى انت واحد ضد واحد. هاي طريقه من الطرق اللي في مدربين يستخدموها ونجحوا فيها. اوكي، في طريقة ثانية، إن لما يستحوذ على كورته يحاول قدر المستطاع إن الكرة تنلعب على طرف الملعب الجناح. ليه؟ لأن لاعب الجناح سريع، فبالتالي يبان مساندة تكون سريعة في العمق، فهنا من يعني نوع من التحكم بسرعة الهجمة بدون ما يكون خلل في فعالية الهجمة في التحول. عرفت؟ يعني هذه انت كيف تبغى الكره الثانيه تستردها وتعمل عليها هجمه. اوكي، ف طرق كثيره يسارين على التحول. ماذا يقصد باختيار مدرب لمنطقه الافتكاك؟ هو المقصود فيه منطقه الهدف اللي انت تبغى تسترد من الكره ومنها تتحول للهجوم. فهنا الان انت لازم يكون عندك كي بلايرز في توجيه، وكي بلاير لاستخلاص الكره، وكي بلاير للاستفاده من عمليه التحول. فاللاعبين ثلاثه يفهمون كيف يكونون في اللحظه هذه عندهم استعداد للفعاليه هذه. محمد تهتم. مداخله خصوص الكي بلاير. ايوه، هذه انا يعني اؤكد على كلامك صراحه، يعني وانا ضد 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 الارتجال في اللعب، يعني او في الاستراتيجية او الاسلوب. يعني شنو؟ يعني لا تعتمد بشكل كبير على اللاعب شنو يسوي، دائما انت تعطي المهام. يعني انت هالكامل اللي تقوله بالضبط تأيد اللي انا افكر فيه، يعني تأيد موضوع المهام. اللاعب رقم واحد مثلا نقول عن ليفربول، ها اذا الكرة مثلا عند الباك اليسار بالنسبة للفريق المنافس، هني مهام معينة. أول لاعب يضغط مثلاً محمد صلاح، اللاعب المساند مثلاً اللي وراه يصير هندرسون، اللاعب الفيربينيو يكون هو الكي بلاير مثل ما قلت على مثلاً تغطية زاوية الرؤية على الحارس، ماني يدخل للداخل يغطي زاوية الرؤية على اللاعب الفلان. فهذه مهام استراتيجية مدروسة، هذه ما هي ارتجال.
لان تشوفها تتكرر مع الفريق. هني تبني تقول هذا عمل مدرب، ما تقول مثلا اسلوب لاعبين هم يضغطون في هذا الشكل. فايش رايك في هذا الكلام؟ مثل ما تفضلت محمد، الكي بلاير معناه في لها مهام معينه في استراتيجيه لعب الفريق او في خطه اللعب اللي انت تلعب فيها، وهو يكون مهام تكتيكيه بالنسبه للاعب، فما تكون هناك فقط يعني مجرد لحظه في المباراه جد بظروفه يعني، لكن هي تكون عمليه تدريبيه بالتوافق الفكري والادراك للموقف اللي هذا، فهم يصنعون الموقف اللي هم يبون يتفوقون فيه على الفريق المنافس. يعني يمكن مثال اللي انت ذكرته خير دليل ان كيفيه ان انا اغرق زوايا التمرير في الاطراف بحيث انه هو ما يكون عنده الا زاويه واحده اللي هو وسط الملعب، فيكون في استعداد اللاعب السكرين بلاير جاهز في انه ياخذ كره وكيف يعملها مباشره الى العمق في تحرك من ما كان موجود، سواء ماني فيرمينيو، لكن اكثر ما يكون فيرمينيو موجود. فكيف فيرمينيو في اللحظه هذه يكون متحرك بشكل يستلم الكره من اول لمسه وتوجه الى المرمى بشكل مباشر، لان هنا ما في تنظيم دفاعي، وفي نفس الوقت فيرمينيو في الواحد ضد واحد يتفوق وعنده مهاره عاليه جدا في انهاء الهجمه. طيب تهتم بالإدراك التكتيكي، هل يوجد لدينا لاعبين سهل عليهم هذا النهج؟ شوف الإدراك التكتيكي ترى مو بصعب، يعني الإدراك التكتيكي إن اللاعب يعرف كيف يقرأ الموقف وكيف يتخذ القرار. هنا دور المدرب إن لما يكتشف إن اللاعب عنده قراءة فيعطي حلول ويخلي اللاعب هو يأخذ القرار في الحلول وفق إمكانياته. ممكن الحل لما يكون قريب من المرمى اول حل يفكر فيه هو التسديد المباشر، لكن هل اللاعب الان عنده دقه التسديد المباشر ولا لا؟ طب في لاعب عنده شجاعه في التسديد المباشر ولا لا؟ فهذه عناصر مهمه جدا في عمليه الادراك التكتيكي، عرفت؟ فهي مو صعبه بقدر ما هي ان تكون انه انت كمدرب كيف تحطه في المواقف هذه ويكتسبها وتكون آلية عنده بالنسبة له كإدراك في قراءة ثم القرار. ممكن ترينا بعض المناطق الضغط، ملعب كامل هو تضغط فيه، لكن بالنسبة لي أنا شخصيا منطقة الضغط الشدة العالية هو منطقة الدفاع، لأن هنا ما في مجال للخطأ بقدر ما هو في مجال للتركيز في عملية منع دخول الهدف. المنطقة الثانية اللي أنت تمنع فيه بناء الهجوم هي منطقة ما بين وسط ومنطقة وسط ملعب. هنا أنت كملعب بالنسبة لك أنت تحاول قدر المستطاع أنك تتحكم في الرتم. فأنت كيف يكون الضغط عندك؟ هل الضغط يكون شدة عالية خصوصا في العمق بحيث أنك تمنع تمرير العمق بحيث ان ما تلعب كره ما بين الخطوط، ويكون الضغط بالنسبه لك انت على الاطراف اقل، او يكون العكس، عرفت؟ او يكون العكس وتوجه الضغط على الاطراف الى تمرير العمق، هناك يكون الضغط عالي بحيث ان الضغط شده عالي انك انت تروح للامام، او تعمل ضغط متقدم، وهنا الضغط المتقدم الفريق كامل يكون في منتصف الملعب بحيث ان المسافات تكون قريبه، وفي نفس الوقت الضغط المتقدم تعطي انتاجيه في استرداد الكره والتحول الى الهجوم في ظل عدم التنظيم الدفاعي المتوازن للمنافس. فمنطقه الضغط يرجع لك انت كمدرب وين حاب انك تظهر، وكل الملعب بالنسبه لي انا هي مناطق ضغط، يعتمد على ان انت ك استراتيجية دفاعية كيف أنت تلعب فيها كتنظيم دفاعي اللي يخدم فريقك حسب إمكانيات لاعبين. نرى اهتمام بيب جوارديولا في تدريباته على استلام المهاجم بوضع مال حتى يمكنه الدوران بسهولة كما يصعب على المدافع الاستخلاص منه، وأعتقد هذا عصر. أوكي، هنا نحن نسميها أنك أنت كيف تهرب من الضغط و
والرقابة المباشرة، بحيث أن اللمسة الأولى بالنسبة لك أنت تكون موجهة إلى واحد ضد واحد المواجهة المباشرة، بحيث أن يكون قرارات بالنسبة لك أنت أكثر في عملية قراءة الموقف. ليه؟ لأن أنت اليوم لما تعمل النصف مائل وفي نفس الوقت أنت تتزامن في الهروب من الرقابة المباشرة تحت الضغط، فيصبح الآن زاوية القراءة أكبر. هل بتروح للتمرير ولا تروح للتسديد ولا تروح المراوغة المباشرة المواجهة؟ فهذا يعتمد الآن على المهارة هذه في عملية الهروب من المنافس. وإذا ما كانت المدربين يقومون فيها، فيصبح الآن ما بقدر أقول لك نقص من المدرب، لكن يمكن تكون يعني كفاءة المدرب في عملية تعليمها وتطويرها مشكل المدرب يقدر يسويها، يعني لأن هذا يحتاج إلى مدرب كفاءة عنده كفاءة مهارية عالية جدا في الموضوع هذا. ما هي 8 ضد 8؟ شو تقصد في ما هي 8 ضد 8 يعني؟ أو 8 ستار 8 8 ضد 8 يعني شو تقصد فيها يعني؟ هل أنت تقصد فيها نوعية تدريب؟ هل تقصد فيها تقسيم مشروطة؟ هل تقصد فيها أسلوب تدريب؟ شو تقصد فيها؟ ياريت توضح ليها. كيف يكون ترابط أفكار النهج الفني؟ الآن شو تقصد بأفكار النهج الفني؟ هل تقصد فيها أفكار مدرب والأفكار لاعبين في داخل المنظومة، ولا تقصد فيها أفكار مرتبطة ب طريقة لعب الفريق، فبالتالي هناك يكون تواصل بين اللاعبين في عملية تزامن التحرك بدون كرة في استغلال المساحات؟ شو تقصد فيها بالضبط يعني؟ الإدراك التكتيكي يحتاج إلى لاعب ذكي. لاعب كرة قدم بصفة عامة لاعب ذكي، ما في لاعب غبي. والدليل أن اللاعب تحت ضغط الزمن والمساحة والمنافس والكرة يتخذ قرار، فالقرار هذا فاعليته كم بعدين بشوفه أنت، لكن اللاعب إذا ما يعرف يتخذ قرار تحت الضغوط هذه فأعتقد هو مش لاعب كرة قدم يعني. لكن هنا تتفاوت نسبة الذكاء من لاعب للاعب، لكن بالنسبة لي شخصيا اللاعب كرة قدم لاعب يعني عنده موهبة الذكاء موجودة فيه. أدرب لاعبين على الضغط أم على الاستحواذ على النتيجة؟ يعتمد على نوعية اللاعبين اللي عندك أنت، أيهما أسهل بالنسبة لك أنت في الفعالية للنتيجة، القدرة المهارية في الاستحواذ أم القدرة المهارية في عملية الضغط. إذا جيت من ناحية الإدراك فأعتقد يعني الضغط أصعب من الاستحواذ، لأن إذا ما نجحت في عملية الضغط فأنت تواجه مشكلة كبيرة أن في مساحات وفي ظل التنظيم غير متوازن في تقدير المساحات فبتحصل صعوبة. لكن الاستحواذ كثر ما كان يعني بيكون عندك الكرة فتحاول قدر المستطاع أن الفعالية تكون أكثر في التوقيت المناسب، فاللاعب في الاستحواذ يأخذ ثقة ويأخذ تركيز أكثر، لكن الضغط يحتاج إلى تركيز وفي نفس الوقت قرار في استخلاص الكرة، وهذه أصعب من عملية الاستحواذ، ويرجع في النهاية إلى إمكانيات لاعبين اللي عندك. هل تستطيع طرق التحول الهجومي والدفاع بشكل سريع؟ هل تستطيع طرق التحول الهجومي والدفاع بشكل سريع أو مختصر مطول؟ هو التحول الهجوم والدفاع هو زمن قصير جدا يعني، ومرتبط بالسرعة ومرتبط بعملية عدد التمرات، وفي نفس الوقت زمن خلنا نقول مثلا الهجوم، انت في الهجوم محتاج 5 ثواني إلى 6 ثواني لاستغلال المساحات الموجودة في ظل التنظيم الدفاعي الغير متوازن للفريق المنافس، لأنه في مساحات ما يقدر يغطيها، فأنت تبغى تستغلها بأسرع زمن. فهذا الشيء. الشيء الثاني، أنت تبغى ترجع إلى ارتداد دفاعي تنظم فيه دفاعك لتغطية المساحات قبل ما يستغل المساحات هذه. فكيف يكون التحول بالنسبة لك أنت يعني؟ يعني هذا اللي أنا فهمته من سؤالك. لا أبو محمد يقول هل تستطيع ذكر طرق التحول الهجومي والدفاعي بشكل سريع أو مختصر يعني؟
يعني يقول لك شنو هي طرق التحول الهجومي والدفاعي؟ شنو هي الطرق؟ هو شوف بالنسبة للطرق التحول الهجومي السائد هو الهجمة المرتدة بالنسبة للتحول الدفاعي إلى الهجوم، وهي الثلاثة اللي هي مرتبطة الكلاسيكي وعندك الكولكتف. الكولكتف اللي هي أكثر من ثلاث لاعبين، وال انتم تسمونه شامل هنسميه جماعي لانه هي جماعية. اوكي، والنقطه الثالثه اللي هي تعتمد على الانديفيدوال بشكل فردي في عمليه اختراق المساحه. الرابعه هي مرتبطه بعمليه الضغط، تحول من الضغط في منطقه المنافس اللي غالبا ما يكون فيها كلوب مع دورتموند ومع ليفربول. والدفاعي هو طريقتين، طريقة الضغط المباشر لمنع الهجمة المرتدة، والطريقة الثانية اللي هو إبطاء رتم الهجمة لارتداد الدفاعي في تنظيم الدفاع. هذه الطريقتين بالنسبة للتحول الدفاعي. حلو حلو، عندنا فيديو محمد بنعرضه، فيديو عن نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه عشان يريحون الشباب شوية، ونشوف الفيديو. هذا فيديو مثل ما تفضلت أبو محمد عن موضوع الضغط، نلاحظ التوجيه. شوف المهام ابو محمد، شوف الاستعداد هنا ابو محمد، شوف هنا.
شفنا الفيديو ابو محمد. هذا بيان يعني توضيحي لكلامك انت اللي طرقت له عشان نوصل صوره اكثر. طبعا نشوف او مثل ما تقول الاثبات بهالشكل بواقعيه اكثر. كلامك واضح محمد ما شاء الله، وبالعكس المحاضره اليوم استفدنا منها الكثير. والشباب يعني هم يعني جبتهم المحاضره بشكل كبير، وخاصه الطريقه والاسلوب واضح ما شاء الله. يعني محمد انا قلت فيك مجروح يعني، فالاثبات في بالامثله هذه اللي هي عاليه المستوى للتثبيت وتغيير المنهج اللي احنا ماشيين عليه. لازم احنا يعني نغير افكار كمدربين، لازم نشوف النماذج هذه علشان احنا نحاول ان نطور الادراك التكتيكي اللي انت تتكلم عنه. شوف في نقطه محمد الله يطول في عمرك ذكرناها. شوف قلنا التحليل، يعني اليوم الفيديو هذا هو تحليل مهام. يعني انت لما تيجي مدرب الان يجي تحليل مهام اللاعب، المحلل الفني يقول بس حلل لي مهام اللاعبين هذين اثناء استحواذ مانشستر سيتي على الكوره. فهو المدرب يقوم يعمل خطه، كيفيه ان يعمل خطه لعب بناء على تحليل مهام اللاعبين، فيعطي الخطه مبنيه على ان اللاعب اللي بيستلم الكره اللي هو خلينا نقول البلاي ميكر للفريق، نحن نبغى نكون اثنين اقرب اثنين يكون جنبه بحيث ان نضغط عليه وناخذ الكره منه. فاصبح الان التكتيك اللي مبني عليه خطه لعب في اللحظه هذه. يمكن الكلمه اللي كانت بشكل مستمر في التحليل الانجليزي هو التوقيت. فاليوم التوقيت هذا الشرط مهم جدا، فانت متى تقرا ومتى تعمل. فبالتالي كان تحليل المهام اللي مبني على خطه اللعب في مباراه ليفربول ومانشستر سيتي. اوكي هنا بالنسبه للتنوع رتم المباراه. اوكي رتم المباراه الان انت تتكلم عن رتم المباراه، انت كيف توزع الرتم. السؤال الان هل الرتم الان انت تراه او تشوفه وفق اي معطيات؟ معطيات متغيرات اللعب، بمعنى الربع ساعه الاولى مثلا انت كيف تبغى الرتم يكون فيه؟ عالي بحيث انك انت تعمل عنصر مفاجاه، ولا تبغى رتم انت بطيء واللاعبين يكسبون ثقه في دخول المباراه، ولا انك انت تبغى تتحكم من اول دقيقه لين اخر دقيقه برتم معين؟ هل انت خلال ربع ساعه تبغى تعمل او تذكير بالنسبه للاعبين كيف راح يكون رتم المباراه؟ فهو يعتمد عليك انت كيف ترى. زين سألني أنا شخص كمدرب كثير، لكن المتغيرات الآن هي البدائل اللي تخليني أنا هل أزيد هل أخف، لكن الرتم لازم أنا أعرف كيف متحكم في الرتم. إذا سرعت الرتم فمعناه أن المنافس أبطى مني، أنا كيف أتحكم في رتمه وبطي رتمه بحيث أن ما تكون عليه مشكلة. فهنا الرتم يرجع تكتيك كبير جدا، أنت كمدرب لازم كيف توظفه تكتيكيا بالنسبة لفريق في خطة اللعب. أوكي السؤال النهج هذا اعتقد الجانب هذا ما عرفت بالضبط شو اللي تقصد فيه. النهج الفني انا جاوبت عليه، هل يؤثر الاستحواذ على الحاله النفسيه للاعب المنافس؟ يؤثر، لكن اذا يؤثر في حاله واحده، اذا كان هو ضعيف مهاريا
فهنا يفقد تركيزه ويفقد انضباطه ويفقد التزامه. فهل انت تبغى توصل اللاعب ان يفقد ثقته في نفسه من خلال امكانياته؟ فالاستحواذ يأثر بشكل يعني بشكل مش كبير، لكن يأثر بشكل في نسبة تفوق على المنافس. أوكي، وين وصلنا بالنسبة للأسئلة الآن؟ أوكي، هل تؤثر الحالة النفسية على الحالة البدنية في اللاعب داخل المباراة؟ نعم يأثر، نعم يأثر، يأثر بشكل كبير على الحالة البدنية للاعب، خصوصا اليوم. أنت شوف، إذا أنت أكثر ما تكون الحالة هذه واضحة جدا في نهاية المباريات، الرغبة للاعبين تكون عالية في المحافظة على الفوز، هو تحت الضغط المنافس، وفي نفس الوقت إذا هو ما أراد أن يعود، خصوصا إذا كان النتيجة مقاربة، فهنا يحاول أن يزيد الرتم، فبالتالي الحالة البدنية تساعده في الموضوع هذا. فهنا يكون الحالة البدنية النفسية تكون مؤثرة على الحالة البدنية. الله يعطيك العافية أبو محمد، كمل. شروط التحول، شروط التحول الآن، شروط التحول يعتمد عليك أنت. بالنسبة للتحول الهجوم إلى الدفاع، هي المبادئ الخمسة بالنسبة للهجوم، والتحول من الدفاع من الهجوم إلى الدفاع هي المبادئ الدفاع الخمسة اللي معروفة في كرة القدم. إذا حابين نذكر لكم ندزها للجروب بعد شوي محمد. أوكي، الله يعطيك الصحة والعافية، صراحة استمتعنا، وأحب يعني نختم في مقولة أبو محمد يعني حق كل المدربين. نقول المقولة المشهورة: ليس من الضروري أن يكون المحلل مدربا، ولكن من الضروري أن يكون المدرب محللا. يعني المحلل التلفزيوني مو شرط أنه يكون مدرب أو مدرب ناجح أو ينجح في التدريب، ولكن المدرب لازم يكون عارف التحليل ولازم يعرف يحلل، لأن هذا من صميم عمله. فأشكرك يا أبو محمد، كفيت ووفيت وأثريت، وعسى الله يعطيك الصحة والعافية، وبإذن الله راح نستمر على هذا المنهج إن شاء الله، وراح نحدد إن شاء الله محاضرات لقدام ونتعمق أكثر. يعني مثلا في المبادئ الهجومية نبي نتعمق، نبي اتجاهات تكتيكية نتكلم فيها، نبي أمور كثيرة الناس مستفيدة بصراحة، والناس مستمتعة، ويعني وإحنا مستمتعين مستفيدين، ونبي إن شاء الله الاستمرارية في هذا الجانب. أسأل الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو محمد، كفيت وفيت، وبإذن الله إن شاء الله ما راح تكون يعني المحاضرة الأخيرة. وللحين أنا على كلام يا محمد على التعاون، راح يكون إن شاء الله بيني وبينك تعاون، ونقدم شيء يعني يليق فينا وفي وللمدرب، ونوصل فكرة إن المدربين الخليجيين عندهم فكر محترم، لازم هذه الشغلات يعني تصل يعني حتى لأكثر عدد ممكن يعني. وإن شاء الله فيك الخير والبركة، والشباب الموجودين يعني الأمانة أثريتوا يعني المحاضرة بأسئلتكم، وقدمتوا أسئلة جدا يعني مفيدة وأثريتوا الموضوع، ونشكر الجميع، ونشكرك يا أبو محمد بالنيابة عن أعضاء المدربين والجروب، وكل الشكر يا أبو محمد لك المايك. أول شيء طبعا أشكركم، استفدت كثير من الأسئلة، لأن الأسئلة بالفعل أنا عشت ذاكرتي، وأشكرك الكلمة طيبة، وبالعكس أنا أخوكم، وطبعا كل اللي تعلمناه والظروف اللي تعلمت فيها يمكن ما تكون تاحت للبعض وتاحت للبعض الآخر، لكن في النهاية نحن نشد ظهر بعض، وفي نفس الوقت نحن نجاوب على كل سؤال. ويمكن أنا ومحمد
كنا نتفق على على المحاضرات. شوف انا عندي راي بالنسبه للموضوع هذا، انا ما اعرف انت شو احتياجك، عرفت؟ انا ما اعرف شو احتياجك انت. انا ممكن اعطيك محاضره وهذه محاضره ممكن انت ما تستفيد منها. لا، اللي يهمني ان هذه ورشه عمل، ورشه عمل معناها انت احتياجك. فمحمد قلت له شوف الاخوان يعني شو الاسئله اللي ممكن نحن نوجهها في خلال ورشه العمل، بحيث ان تكون ورشه العمل هذه موجهه لموضوع موضوعين ونبتدي نتناقش فيه، عرفت؟ فهذا رايي انا. وفي النهايه القرار يعني عند محمد، ومحمد ينسق الامور هذه، ونحن يعني مستعدين. وطبعا الله يبارك فيك ابو عبد الهادي اخونا محمد العجمي، جزاك الله خير. وبس على اساس اني انا بجاوب على السؤال اللي هو محمد القحطاني. اي بس انه اوكي، انا ادرب الفئات السنيه وادربهم على الرتم السريع اكثر من الاستحواذ، هل خطا؟ هو مش خطا، لكن نفضل ان الاساس شو يكون عندك انت؟ هل الاساس انك تعمل استحواذ، ولا الاساس انك انت تعملهم على الرتم السريع؟ هو شو الاساس بالنسبه لك انت؟ الاساس هو ان يكون لاعب عنده مهارات وقدره في الاستحواذ، ومن خلال الاستحواذ يقوم هو يعمل الرتم السريع، هو يقرا في المباراه ويعمل الرتم السريع، هو يرى يقرا المباراه وفي مساحات استغله، فهنا يكون تعلمه وتطوره في عمليه استغلال المساحات بالرتم السريع. هذه نصيحتي لك انت، ان انت تدرب الاستحواذ، ومن الاستحواذ تزيد الرتم في استغلال المساحات. والله يوفقك ان شاء الله يا اخوي محمد. الله يعطيكم العافيه يا اخوان، ان شاء الله راح نسجل المواضيع اللي انتم محتاجينها، حتى لو ترسلونها لي في الخاص يا اخوان، لو ترسلونها لي ما في مشكله. يعني مثلا في من الاقتراحات محمد يقول كيفيه تطوير اللاعبين البراعم بشكل صحيح وسليم، يعني يحتاجون موضوع نتكلم فيه عن تطوير اللاعبين البراعم، ما في مشكله ان شاء الله نجمع المحاور الاسئله هذه ونسوي لكم موضوع ورشه عن هذا الامر، وما في مشكله بالعكس. مشكور يا ابو محمد وجزاك الله خير، الوقت تاخر عندك. لا بالعكس، لان انت توقيت الامارات احنا توقيت الكويت، فعندنا اختلاف. فالله يعطيك الصحه والعافيه، مشكور وما قصرت يا ابو محمد، وان شاء الله راح نرسل لكم يا اخوان المحاضره هذه تسجلت، راح نرسلها ان شاء الله عقب ما يعني نعدلها ونضبطها. وبالعكس الله يوفق الجميع، وان شاء الله ما راح تكون المحاضره الاخيره، ومستمرين باذن الله. والشكر لكم يا اخوان على تفاعلكم ووجودكم في اللايف، ومستمرين يا اخوان، وتصبحون على خير، ونشوفكم بالجروب ان شاء الله.